هذه المرثية من كلمات الشاعر أحمد علي العداهي رثاء بعد وفاة جده الشيخ صالح علي صالح الشيخ أدا أبو العاصفة القيدي. أحمد علي قال يا فكري لي مسرح الوقت قلبه ما قلبه والعمر نجاح في ساعات الجنة جاني علمه بصالح ذي كان في حضرنا أوره مثل ما المصباح. أحمد علي قال يا فكري له مسرح الوقت قلبه بقلبه والعمر نجاح في ساعات الجنة جاني علمه بصالح في كان في حضرنا ابنه مثل من مصباح فرقته صفة يا صالح علي صالح وأنت في حضرنا النوم حرم جفاوني ليلة البارح يا وقت يكفي غلاي محادة مرتاح من رفقات الجيدة يا كم من نامر ضبح ومثل صالح يا خالف في الكام بيدي راح أحمد علي قال يا فكري له مسارح الوقت كان مشهور بعين الناس بالإصلاح الحزن خيم من المهرة ولا راجح على شاهد الوطن وصاحب المرزاح بحد ماتي إهراج المظلم متسامح عليك يا ابن السعيد أحق قلبي آه أحمد الوقت قلبه بقلبه والعام النجاح في ساعات الجنة جاني علمه بصالح في كان في حضرنا أوله مثل المصباح في كان في كل ما أوقفنا خبر واضح قد سافنا مع عقله من ياد الأشباح لبيت الوقت قلبه بقلبه والعام النجاح أحمد علي قال يا فكري له مسرح الوقت قلبه بقلبه والعام النجاح في ساعات الجنة جاني علمه بصالح في كان في حضرنا ابنه مثل من مصباح وبعض الأجنحة تدري ولو حد صح يا ربي يا كفاية المسكينة والكادح دخلت صالح علي في جنتك ارتاح حميت حنهت شاك شقناي في الصامح وشقنا يفعض يا أهل طرف صواح أحمد الوقت قلبه بقلبه والعام النجاح في ساعات الجنة جاني علمه بصالح في كان في حضرنا أوله مثل من مصباح حنيت حنيت شاد جناية في الصامح وشقنا يفعض أهل طرف صواح على زمان الوفا ذي كان
الصحيح.